بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة وطالبات المستوى الخامس كلية الطب البيطري، أهلا بكم. نستكمل النهاردة محاضراتنا عن الأمراض المعدية التي تصيب الجلد some infectious skin diseases. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه على المينج الساركوبتيك والسلوبتيك مينج. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا على الكوريوبتيك او الشوريوبتيك مينج والديموتكتيك مينج. بالنسبة للكوريوبتيك مينج او الشوريوبتيك مينج احيانا بيطلق عليه برضو التيل مينج او الليج مينج او السكروتال مينج. بنقول الكوريوبتيك مينج او الشيريوبتيك مينج ده the commonest form في of mange in cattle and horses. في الهورسز بيأثر على الكفاءة بتاعته في العمل ال efficiency at work، وبالنسبة للشيب بيأفكت غالبا السكروتم وبالتالي بيأثر على الفيرتيليتي الايتيولوجي او الكوزيتيف ايجنت. الكوريوبتيك مايتس كان في الاول بيتسموا على حسب الهوست، يعني كان يقول لك كوريوبتيك بوفس لكن حديثا اللي اصبح كلهم في سبيشيز واحد هو الكوريوبتس بوفس او الشوريوبتس بوفس بمختلف الحيوانات اللي بيصيبها. الماوس باكس بتاعته ادابتد للشيوينج اوف سكين ديبريس، ده واحد من النون بارونج مايتس. الكوريوبتس ده نون بارونج مايتس، وبالنسبه للشكل بتاع الجسم بتاعه او البودي شيب بتاعه بيبقى اوفال ان شيب اوفال بودي، وده بيشبه السوروبتس بيشبه لحد كبير السوروبتس مايتس. كمان الارجل بتاعته طويله زيه زي السوروبتس. طيب بفرقه ازاي؟ بفرقه بالماوس بارت. الماوس بارت هنا في حاله الكوريوبتس بتبقى راوند، بينما كان في السوروبتس بوينتد او تريانجولار ان شيب. اللايف سايكل والابيديميولوجي قلنا ده نون بارونج مايتس، فبيتغذى وبيعيش على السكين سيرفيس، بيعمل ابريدنج للابر لاير اوف ذا سكين بالماوس بارتس بتاعته، وبيحصل اكزيودنج للسيرم اللي بيبتدي يتغذى عليه، وبالتالي بيحصل كونتامينيشن كمان للاريا دي بالسلايفا والاكسكريتا بتاعت المايتس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن وورلد وايد، واللايف سايكل بتكمل في خلال 3 أسابيع. من ناحية السيزونال بريفالنس بتاع الديزيز بلاقي ان هو الاكتيفيتي زيه زي بقية انواع المايتس. الاكتيفيتي بتاعته بتبقى في الاكتر واكثر نشاطا في الكولد مانسز، بنقول الاوتم والوينتر، ويبتدي يحصل الديكلاين في الاكتيفيتي في السبرينج طبعا والسمر. الترانسميشن باي كونتاكت سواء اذا كان دايركت كونتاكت او ان دايركت كونتاكت. بالنسبه للهورسز الانفكشن بتبقى مرتبط اكتر او كونفايند اكتر للور بارتس اوف ليجز، بينما في الكاتل بتبقى موست كومنلي في البرينيوم الباك اوف ذا ادر، وممكن في الحالات السيفير تمتد الى الباك اوف ليجز والرام. طبعا ده هنا بالاضافه برضو للهيد اوف تيل والتيل. بالنسبه للشيب بتبقى الانفكشن او الليجوم بتبقى كونفايند اكتر للولس اريا اللي هي اللور بارتس اوف هاند ليجز والسكروتم، عشان كده احنا قلنا السكروتال مينج. الباثوجينيسيس ان هو ذا مايتس، بنقول ان هو بيعمل اليرجيك اوكسيديتيف ديرماتايتس، بيحصل فيه يلوش سيروس اوكسيديت داكواجليت، وبيخلي بيعمل ماتنج اوف لير، وهو ده المسؤول عن الهيبس كابس اللي احنا بنشوفها اللي هو الاوكسيديت ده لما بيحصل له دراينس او يحصل له كواجليشن. كمان بيبقى فيه سيكننج ورينكلينج للسكن.
طيب الالرجيك اكزوديتيف درماتايتس دي في حالة الشيب لو افكت السكروتا يبقى ده بيأثر على بيرفع درجة الحرارة بتاعة السكروتال كونتنت، وبالتالي ممكن بيأثر على بيؤدي إلى التستيكولار ديجنريشن، وخصوصا لو الليجن مساحته كبيرة، يعني لو الليجن مساحته كبيرة أكتر من 10 سنتي فبيعمل التستيكولار ديجنريشن، وبالتالي بيأثر على الفيرتيليتي بتاعة الرام. كلينيكال ساينس، اولا في الهورس بلاحظ ان بيحصل فيه، احنا قلنا الليجن اساسا بتبقى كونفايند لور بارتس اوف ذا ليج، عشان كده بلاحظ ان في فايلنت ستامبنج اوف ذا فيت ورابينج للباك اوف ذا هايند ليجز او الهايند باسترن في اي فيكسد اوبجكت حواليه. الحصان بيخبط رجليه بعمق، بيعمل لها رابينج في اي فيكسد اوبجكت حواليه موجود في حواليه، والكلام ده بلاحظه اكتر في اثناء الليل او في اثناء البيريد اوف ريست. ممكن الاقي السكين برضو احيانا بيبقى سوولن سكابي، يعني عليه كراستس وعليه سكابس من الاكزيديت اللي بتطلع، وبيحصل لها دراينس مع الاستمرار الرابينج والسكراتشنج، بلاقي فيه كراكد وفيشرز ووندز مع الالوبيشيا اللي بتتكون واللوس اوف هير. الكلينيكال ساينس في الكاتل بنقول انها ممكن تبقى اسيمتوماتيك، وخصوصا لو في لو دينستي من المايكس موجوده، يعني الانفستيشن قليله، او في المودريت المايلد والمودريت انفستيشن بلاقي بعض الهيفي كراستس بدات تظهر على التيل الهيد اوف تيل وبين التيل والبين بونز. في السيفير انفستيشن بلاقي ان اصبحت الاعراض تبقى اشد، هيصاحبها فايلنت سويتشنج للتيل ورابنج، بتلاقي ان الحيوان بيحرك ديله بيعمل رابنج للتيل والمنطقه البرينيوم اجينست اني فيكسد اوبجكت موجود حواليه. طبعا الاعراض اللي ذكرناها دي ممكن بيبقى مصحوبه بالوبيشيا، بالكراست فورميشن بيبقى موست كومن في السكياتيك فوسا والهيد اوف تيل والتيل والبرينيوم والكودال بارت اوف ادر والميديال ساي والسكروتا. هنلاحظ ان في areas of alopecia وسكيل وفيشرز واثار الوند نتيجة للرابينج. أيضا نلاحظ هنا الهيبي كراست فورميشن على الهيد اوف تيل والتيل. الأعراض في الشيب بنقول إن الليجن بتبقى confined للسكروتم، وبلاحظ إن في allergic dermatitis أو allergic exudative dermatitis، في production ليلو serous exudate اللي هو بيحصل له dryness وتحول لكراستس وسكيلز. الليجن هنا ممكن يبقى صغير إن هو يبقى few millimeters أو إن يبقى several centimeters. إذا كان الحجم بتاع الليجن أكبر من 10 سنتي فده هيأثر على التستيكولار كونتنت وهيعمل تستيكولار ديجنريشن، وبالتالي يأثر على الانفرتيليتي، يدخل الحيوان في حالة انفرتيليتي. ال diagnosis وال differential diagnosis بنقول إن ال disease should be differentiated from other mites infestation، السوروبتيك والساركوبتيك، بالديستريبيوشن بتاع الليجون، بالسكن سكرابينج، كمان برضو ماست بي ديفرنشيت من اللايس انفستيشن لان بيصاحبها برضو اتشنج ولوس اوف هير مع الاتشنج والرابينج. فبس اللايس طبعا بيبقى ظاهر بالعين بشوفه واقدر اشوفه او اشوف الاجز بتاعته في التكتلات.
طبعا الدياجنوزس معتمد اساسا على الكيس هيستوري. يعني مثلا في حاله الحصان بتلاقي دايما الشكوى بتاعت اونر دايما يقول لك بيخبط رجليه طول الليل، فطبعا دي بتلفت نظرك على طول ان عنده حاله ليج مينج. الكلينيكال ساينس اللاب دياجنوزس اللي هو معتمد على السكين سكرابنج اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. التريتمنت والكنترول ما بيختلفش عن التريتمنت والكنترول بتاع الاذر تايبس اوف مينج مايتس اللي احنا شرحناهم، برضو معتمد على الماكرو سايكليك لاكتونز، ودي مجموعة كويسة ونتائجها كويسة سواء اعطيناها بالانجكشن او البور اون. كمان غير الماكرو سايكليك لاكتون في عندنا الاكاريسايد، الاكاريسايد اللي هم مجموعة الانسكتسايد او الاورجانوفوسفورس كومباوند زي الامتراز والفوكسيم الكومافوس والدازينون، الحاجات دي كلها برضو بعمل السبرينج او ديبنج، وبعمل ريبيتيشن للسبرينج او ديبنج بعد 10 ايام. ممكن استخدم اللايم سلفر ديب برضو من 2 ل 5%، واحنا شرحنا برضو البريكوشن بتاعت السبرينج او الديبنج. وزي ما قلنا برضو قبل كده، لو انت عندك حالة يبقى بتعالج كل القطيع، ما بتكتفيش بالحالة المصابة بس. ليه؟ لان ممكن تبقى في حالات فيها ان ابارنت انفكشن او انت مش شايفها لكن فيها انفكشن او فيها انفستيشن يعني بمعنى ده، فبالتالي طبعا في العلاج بتعالج الكل. النوع الرابع من المينج اللي هنتكلم عليه اللي هو الديموديكتيك مينج، واحيانا بيسمى الفوليكولار مينج او الديموديكوزيس او الريد مينج. المايتس اوف ديموديكس سبيشيز دي انفست الهير فوليكلز اوف اول سبيشيز اوف دوميستيك انيمالز، وبنعتبرها من النورمال انهابيتنت بتاعت السكن. طالما العدد بتاعها في حدود معينة، الاميون سيستم بيبقى فيه بالانس مع الاميون سيستم، طالما العدد في حدود معينة فما بتعملش اي مشكلة. احيانا لما بيحصل ديبريشن للاميون سيستم او ان العدد بتاعها بيزيد بصورة كبيرة ومبالغ فيها بتبتدي تظهر الاعراض او بتعمل المشاكل. السيجنيفيكانس بتاعها بيبقى راجع بس انها بتعمل دامج للهايد، دامج للهايد، وبالتالي بتقلل الاندستريال فاليو بتاعت الهايد. في حالات قليله او ريرلي بيحصل ديس نتيجه للسكندري انفكشن اللي بتتكون. الكوزيتيف ايجنت بنقول المايتس اللي هو الديموديكس مايتس ده في كذا سبيشيز منه، كل سبيشيز بيبقى سبيسيفيك له هوست معين. عندنا الديموديكس بوفيس ده للكاتل، الديموديكس اوفيس للشيب، الديموديكس كابري للجوت، الديموديكس اكواي للهورسز، والديموديكس كانس في الدوكس، والديموديكس كاتي في الكات. طيب المورفولوجيكال كاركترز بتاعته بنقول ان هو عباره بيبقى elongated سيجار شيبد، elongated سيجار شيبد بودي، وليه اربعه بيرز اوف ليجز، اربعه بيرز اوف ليجز بيبقوا فيري شورت، ستامبي ليجز، ستامبي ليجز، ستامبي فور بيرز اوف ليجز. اللايف سايكل اند ابيديميولوجي، الانتاير لايف سايكل سبيند اون ذا هوست، والادلت مايت انفيد الهير فوليكل والسبيشيس جلاند which become distended with the mites and inflammatory material. اللايف سايكل بتتكون من الستيجز العاديه اللي احنا عارفينها، الايج واللاربا وتو نيمفال ستيجز، وبعد كده بيحصل المولتنج وتتحول للادلت. بنقول الديموديكس ده بيعتبر نورمال انهابيتنت للهير فوليكل والسبيشياس جلاند، ونادرا ما بيسبب كلينيكال ساينس، او مش هيسبب كلينيكال ساينس غير لما العدد بتاعه بيزيد زياده غير طبيعيه،
والاميون سيستم ممكن يكون فيه حصل فيه ويكنس او ديبريشن. الديموديكتيك مايس او الديموديكس ده بينتقل للعجول الصغيره والبابز الصغيرين من خلال الكونتاكت مع الدام في اول ايام من بعد الولاده في first few days of life. الترانسميشن باي كونتاكت، وبنقول ان الديموديكتيك مينج ده اوكير ان فارم انيمالز اوف ان ايج وخصوصا اللي هما ان بور كونديشن. الاكتيفيتي بتاعت مايتس بتبقى اكتر في الليت وينتر والايرلي سبرينج وبتقل في الصيف. بالنسبه للدوجز بالنمبل انفكشن بتبقى فيري كومن في اليانج دوجز خصوصا اللي هما اقل من سنه، او الادلت اللي هما بيبقى في مشاكل في الاميون سيستم بتاعهم الاميونو ديفيشنت. الباثوجينيسيس بيحصل انفيجن للهير فوليكل والسيبيشيس جلاند، وده بيؤدي الى كرونيك انفلاميشن، وكمان بيبقى مصاحب بلوس للهير فايبرز، واحيانا بيحصل او في معظم الحالات بيحصل في سكندري ستافيلوكوكال انفكشن، وبالتالي بيتكون السكندري ستافيلوكوكال باستيولز او سمول ابسس. الانفكشن دي والفوكاي اوف انفكشن دي هي اللي بتسبب البين هولز في الهايد، ودي اللي بتخلي الهايد الكواليتي بتاعته من ناحيه التصنيع والاندستريال بروسيس بتبقى اوف لو فاليو. الكلينيكال ساينس بيبقى في الديموديكتيك مينج بيتميز بظهور لسمول نوديولز او باستيولز بتبقى حوالي 3 ملم ان دايمترز. سمول نوديولز او باستيولز دي ممكن تتحول لارج ابسس خصوصا في البيجز والجوتس. السمول ليجن دي او النوديولز دي والباستيولز دي بقدر اشوفها بعيني في الحيوانات، لو الحيوان شورت كوتد بقدر اشوفها بتبقى ملحوظه بالعين. اذروايز بالبالبيشن بحسها لما بمشي ايدي على الجلد بتاع الحيوان بحس زي ما يكون في الرش بتاع بنديات الصيد او زي حبيبات الحمص الصغيره. Usually there is no pruritus والهير لوس بيبقى insufficient to attract attention. في السيفير كيسز بيبقى في general hair loss مع sickening في ال skin of affected area. الكونتنت اوف ذا باستيولز بتبقى يوجوالي كونتين وايت ان كلر اند تشيزي ماتيريالز. لو انت عملت سكويز كده وعصرت للباستيولز دي او النوديولز دي بتلاقي ان الكونتنت بتاعتها وايت ان كلر وتشيزي في الكونسيستنسي. في الكاتل والجوت الليجن اوكير موست كوملي في البريسكت في اللور نيك والفور ارم والشولدر، ولكن ممكن تبقى ايضا بنشوفها في الدورسال هاف اوف ذا بودي بيهايند ذا ويزر. بالنسبه للهورسز بتبقى الفيس واراوند الايز هما دول بريدليكشن سيت. الشيب بيبقى الديموديكوزس الديموديكوزس بيبقى رير في الشيب، والباستيولز والسكاب ابير في الكورنت والنوز والتيبس اوف ذا اير واراوند ذا اي. بالنسبه للدوجز الاعراض الكلينيكيه ممكن تبقى تاخد اكتر من صوره، ممكن تبقى لوكالايزد او جنراليزد او ليميتد للفيتو. دي هنا بنسميها بودو درماتيتس. اللوكاليزد بيبقى 1 اور 2 سمول ارياز فيها الليجن، ودي بتبقى فيها سكيلي بالد باتشز. الجنراليزد بنلاقي لارج اريا اوف ذا سكين او الانتاير بودي كله بيبقى افكتد، والليمتد دي او البودي درماتايتس دي اللي هي لما تكون كونفايند بس للفيت. بالنسبه للانيمالز اللي هم فيهم جينيتك بريديسبوزيشن او ديبريسد اميون سيستم،
الاعراض ممكن تبقى سيفير. احنا قلنا ان هو ده نورمال انهابيتنت ومش هيعمل مشكله غير لو في بعض المشاكل في الاميون سيستم او في مشاكل جينيتيك، جينيتيك عنده جينيتيك سسبتبيليتي ان تظهر في الانفكشن. بالنسبه للوكالايزد كاناين ديموديكوزس، لوكالايزد انفكشن او لوكالايزد بيكتشر في الدوجز، بنلاقي احنا قلنا 1 اور 2 سمول ريد scaly areas of hair loss around the eyes أو lips أو الفور legs. ال generalized form في من ال demodicosis في ال dogs بنلاقي إن هو بيحصل فيه involvement large area من ال body. بلاحظ إن في hair loss لإما باتش كبيرة من الجسم أو generalized hair loss. The skin بيبقى inflamed و red in color, crusty, warm و في many pustules و very tender و easily bleed. وعشان كده الأعراض دي بنسميها أو البيكتشر دي بنطلق عليها ال red mange، وعشان كده خد الـ من ضمن الأسماء بتاعت ال disease red mange من شكل ال skin وال inflammation اللي بيبقى موجود اللي على الجنرال السكان بتاع الدوج اللي هو مصاب بالجنراليزد فور. بيحصل فيه سكندري انفكشن، سكندري بكتيريال انفكشن للليجون، وهي اللي مسؤوله السكندري انفكشن دي هي اللي مسؤوله عن الامبليزنت اودر اللي احنا بنلاحظها على المينجي دوجز. الريحه دي بسميها او الاودر دي بسميها رانسيد او ماوسي سميل. هنلاحظ ان في لارج اريا اجزاء كبيره فيها هير لوس والسكين انفليمد طبعا وريد ان كلر. بالنسبة للدياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس، هنا النتيجة لوجود النوديولز دي والباستيولز دي ممكن كونفيوز مع حالات زي حالات الستافيلوكوكال فيلوكولايتس. والدياجنوز بتاعنا بيعتمد على الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس واللاب دياجنوز. بعمل سكويزنج للباستيولز والنوديولز دي واخد الكونتنت بتاعتها وافحصها تحت الميكروسكوب، هلاقي فيها المايتس الديمودكس مايتس. اللاين اوف تريتمنت بالنسبه للكاتل بيبقى معتمد زيه زي بقيه اللاين اوف تريتمنت حالات المينج. بالنسبه للدوج بنقول ان اللوكالايزد بيبقى اباوت 90% من الانفكشن بتبقى بتحصل لها سبونتينوس ريكفري ومش محتاجه انها تتعالج. لكن طبعا ان احنا بيفضل انها تتعالج، يعني لو شفت حاله ما تسيبهاش، لازم طالما شفتها لازم تتعالج. ممكن تتعالج باي توبيكال اكاريسايد. الجنراليزد انفكشن في حاجه اسمها السيلامكتين وده توبيكالي في دوز 6 مللي جرام لكل كيلو جرام كسنجل تريتمنت وبيدي نتائج كويسه. ممكن نستخدم سوليوشن اوف سلفر اند لايم 4 اونص في 1 جالون اوف ووتر، بستخدمهم كرنس او ديب كل 5 ل 7 ايام، والخطوة دي بكررها لمدة على الأقل لمدة شهر على الأقل. ممكن استخدم الهيدروجين بيروكسيد والبوركس 500 سي سي من 3% هيدروجين بيروكسيد مع لتر من الور موتر مع 3 تيبل سبون فول بوركس، وبعمله كارينز أو ديب. في الحالات اللي فيها سكند انفكشن بدي أنتي بكتيريا. مع رب أمنياتي بالنجاح والتفوق، شكراً.